لبنان أصبح اليوم مجموعة قصص وخبريات، مقاسي وحكايات ورا الشبابيك المطفية. أبسط مقومات الحياة عم تتلاشى تحت عيون اللبنانيين. تعب العمر عم بيروح بلمحة بصر، وما حدا عارف شو مخباله بكرة، وإذا زمط اليوم يمكن بكرة يوعى على مصيبة. نهار الجمعة 30 تموز بتوعى يارا تتروح على شغلة، وهون بلشت القصة. طلعت هيك فتحت البوابة، طلعت هيك يمين، طلعت ما في سيارة، قلت أكيد أنا ملخبطة، يعني صفتها غير محل. ستطلع شمال يمين، قول إنه لا أنا مأكدة إنه صفيتها هاي المال يعني. فمن هون لهون مشيت يعني عادي، طلعت ما في سيارة. حسيت إنه كيف واحد عايش بتروما يعني، ما مش مركز شو صار معه. طلعت هيك على الأرض لقيت في إزاز هارير. لدقايق يارا ما وعيت على المصيبة يلي حلت عليها، وبصدمة اختفاء السيارة بتعود أدراجها إلى البيت. دقيت الانترفون، طلعت لي مام بوجهي، قلت لي شو بكي؟ قلت لها مام بفتكر انسرقت سيارتي. مام فكرت بالأول إنه انكسر الإزاز، سرقوا شي منها للسيارة. قلت لها لا مام، السيارة كلها مانا هون، مانا بالبناية. هون بلشت توعى على الحقيقة، حقيقة إنه السيارة انسرقت. ضربت على راسي إنه عن جد إجا دوري، قد ما عم بيصير في سرقات من نوع سيارتي اللي هي الهيونداي يعني تكسون. اتصلت برفيقة ليساعدها، وبلش الركض من مكان إلى آخر، وكأنه الحياة اليومية ومتاعبها نقصها مصيبة زيادة لتركض وراها. وصل عندي ورحنا دغري على الدرب وقدمنا بلاغ إنه انسرقت، وقالوا لها إنه بدها 48 hours لتتحول على مكتب السرقات الدولية. وهيك صارت تحولت، ثابت إنه إحنا بنعرف حدا تحت بالمكتب. قدرنا شوي نعجل الأمور إنه إجوا دغري تاني نهار المعلومات وصوروا وشافوا الكاميرات بالمنطقة. ومن وقتها ما عاد سمعت شيء يعني، على أساس إنه بركي بيرجعوا بيتواصلوا معي إذا بين شيء، بس ما بين شيء. حتى شركة التأمين اللي اتكلت عليها يارا لتعوض لها خسارتها أو حتى جزء منها، من بعد ما قضت 5 سنين تدفع لها مبالغ طائلة رح تتمن حق السيارة وتدفع، ولكن المبلغ رح يحتسب على سعر صرف 1515 بحسب ما جددت البوليسة آخر سنة. وقالوا لي أنه هن ما بيقدروا يعملوا شيء غير بعد 3 شهور، إذا ما بينت السيارة بعد 3 شهور بيرجعوا بيعودوني بالمصاري، بس انفاكت بيعودوني باللبناني. هن تمنوا السيارة بحدود 33 مليون 34 مليون، سو بيخصموا تقريباً 10% من حقه، وبيعطوني حوالي 30 مليون، اللي هو إذا بدك تجي تفكري فيها هلأ يعني بيسوى شي 1400 دولار ماكسيموم. أنا دافع حق 15 ألف. قبل كنت تقدر تفكر تقولي أنه إذا راحت السيارة تبعك المصاري اللي بعودوك فيها الانشورنس ترجعي بتقلعي بتجيبي سيارة تانية أو تاخدي لون من البنك، بس هلأ مع تدهور العملة وتدهور الوضع وخصوصا البنوك مصرياتنا علقانين بقلب البنك، يعني مستحيل تفكري تقدري تجيبي سيارة. هون كنت صافة، مينلي كانت مكشوفة على الطريق العام، فاللي مراقبني أو إذا مش مراقبني يمكن بيكونوا عم بيعملوا جولتهم بالمنطقة يشوفوا، لأنه أكثر شيء جيبات عم بتروح بالمنطقة، خصوصا إنه اليوم مثلا إذا بتفكري فيها صار كمان عنا سرقة بحدود 6-7 سيارات بالمنطقة، فشكلهم بلشوا بسيارتي وكملوا فيها، فبعضهم الإزاز على الأرض يعني. هون كنت صفتها، مع إنه كنت حاطة الحديدة بين الجيدون وبين الفران، بس ان فاكت شكلهم عندهم كل العده قدروا يخلعوا الازاز يكسروه ويشيلوا الحديده، وعلى قطعه الكهرباء كله بالمخفي صار يعني. ومثل كل شيء بلبنان الدوله ما بتقدر انه توفر حق من حقوق المواطن. السياره انسرقت، الله معه وكل شاطر بشطارته. هذا اول شيء يعني، الشيء الوحيد اذا بدك تقولي هو من تعبي واللي اشتغلت عليه، انه كل حياتي سدد مبلغ ما صدقت انه خلصت منه، بس انه بهذا البلد صراحه صعب يخلوا لك شيء انه تتهني فيه، فاخر شيء بتوقعه انه يكون ينسرق شيء يعني انا تعبانه فيه، بس انه الحمد لله بعدني انا بصحتي، ما صار انا معي شيء يعني بالسياره.
فكرة بهذا البلد يعني مشكلتك انه بحيالنا شيء بتتعبي بتتعبي لتجمعي ولتعملي ولتضلك انه عم جربي انه تستمري بهذا البلد وما بدك تفلي كرمال اهلك واصحابك. بيجوا بي يعني كل يوم عن يوم عم بحس انه في عن يعني في مثل اشاره من عند ربنا عم تقلي انه ما بقى تبقي بالبلد، يعني انه كل القصص عم تصير مع بعضها وكل المصايب هطلت فرد مره. يعني مايا مخول بتملك سيارة كيا ريو موديل 2013، من وقت ما اشترتها بتصفها بباركينج بمنطقة الدورة قريب من بيتها لتأمن عليها وما تصفها على الطريق العام أو بالأحياء الضيقة. أنا من عشية بفل 6:30 7 أوقات إيه بطلع على البيت، بس الصبح بنزل الساعة 5:30 6. صار لي 14 سنة بشتغل، من 8 سنين قدرت جبت سيارة بكارد من البنك وعملت اشتراك هون بالباركينج. من وقت ما عملت اشتراك بالباركينج هون كنت على طول صف بزيت الزون هون هالميلة، ولا مرة كان صار شيء بالسيارة انخدشت خدش أو شيء. بنهار عيد مارشربل تاني نهار الصبح التنين بدي انزل تروح على شغلة، جيت كنت صف السيارة هون مطرح الجيب، ما لقيت السيارة لأول وهلة، فكرت إنه أنا صافي غير مطرح أو ما كنت مش متذكرة إنه بتصير أوقات كتير بتصير مع ضغوطات الحياة الحالية. برمت الباركينج كذا مرة ما لقيت السيارة، ونحن بالباركينج هون في سيارتين من زيت الموديل وزيت السنة السنة كيا ريو سيدان موديل 2013، فبرمت الباركينج مرتين ما لقيتها. حكيت مع شاب الموظف بالباركينج هون، قال لي خليني اشوف لك اياها بركي انت منك منتبهه، انا حافظت لك الرقم السياره بشوف السياره. بنم هو كمان ما لقاها، وحتى الكيا الثانيه من زيت موديل سيارتي كمان ما انا موجوده. دغري هون استوعبت انه السياره مسروقه. السيارتين انسرقوا بنفس الليله بنفس الوقت بكل هدوء واحتراف، فهالنوع من السيارات مطلوب عند العصابات بحسب ما يحكى. بدها تبكي ومش قادرة كده، قلت له يا عم احملي حالك وروحي لعند الدرك على المغفر خلي شوفوا شو بيعملوا. هوب توب هي راحت من هان، اجى نبيل خوري. قال لي نبيل وين عربيتي؟ قلت له لك وين هي؟ كانت هونيك ومكسور الازاز. وراحت مايا قدمت شكوى عند الدرك على أمل يبدأ البحث عن سيارتها. من بعد ما رجعت من عند مخفر الدرك وجيت أنا والشباب من فرع المعلومات، عرفت من الشاب اللي بيشتغل بالباركينج إنه في سيارتين مسروقين بذات الوقت مع سيارته. بهيك وضع ظروف صعبة على الكل، دولة ما فينا نقول إنه في دولة أصلاً. كانت تروح وتجي على شغلة بسيارتها باستقلالية، تتنقل بكرامتها ومش عايزة حدا، ولكن اليوم صارت مجبورة تقسم مشوارها وتتعب وتتعذب على الطرقات لتوصل إلى مكان عملها ببير حسن. هلأ السيارة راحت، مش قادرة جيب غيرها، وبيوصل ظروف كورونا يعني ما بعرف قديش رح تكون الشغلة هالقد فليكسيبل هالقد سهلة على أشخاص بوضع أغلبية الشعب اللبناني. هلا مضطرة أنزل أكيد على رومبوينت دورة، ومن رومبوينت دورة عندي كذا ستوب تأوصل على شغلة، كذا ستوب إن كان باص أو سيرفيس أو هون التي هي، وفي مطارح بدي أمشيهم على إجري كمان بوقت إنه الكورونا معبية الدنيا، والإجراءات مش كل الناس عم تلتزم بالإجراءات الوقائية كمان. مع كل الذل اللي وصلنا له بلبنان، ممنوع على لبناني يتنعم حتى باللي جاناه من تعبه. الواحد بينام وبيقوم على شيء، نمت انه مأمنه سيارتي موجوده، بالقليله انه ما بروح على شغلي بعرض حالي للخطر، وبيجي بنقل هالخطر على بيتي على عند اهلي على الانتوراج تبعولي بالمنطقه. فجاه الواحد بيقوم ما في شيء عنده، انه شركات السيارات حتى اذا بدنا نجيب سياره كله بده كاش دولار فريش دولار. مايا خسرت سيارتها وهي المعيله الوحيده لاهلها، ومعاشها ما بيجيب لها غيرها. يعني هي المهلة القانونية 3 أشهر للبحث والتحري، يعني بتروح تقريبا لنص أكتوبر، بعد نص أكتوبر تنرجع كمان نروح نجيب كف اللي اسمها كف بحث وتحري،
من عند الدرك تنرجع نوصل. تواصل مع الأسيرونس وتعرفوا إنه بين يوم والتاني الوضع بالبلد مش ضابط، يعني عم تفرق بين ساعة والتانية. من هلا لوقتها ما بعرف شو بيصير. ما بتعرف إذا في أمل بإسترجاعة ببلد مباح فيه كل أنواع السرقة والظلم. ما بعرف لوين رايحين هون بلبنان، ما بعرف لوين رايحين. وأنا ماني قادرة بصراحة، يعني مش أنا مثلي ومثل غيري، يعني مثل مش بس عم بحكي عن حالي، وضع على أغلبية الشعب هيك إنه إذا خسرنا شغلة مش قادرين نجيب غيرها. يعني حتى بكرامتنا مش قادرين نعيش.